في تطورات كتيرة، لكن خلونا الأول نبدأ بالاتصال الهاتفي اللي تم ما بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، واللي تلقى اتصال هاتفي من نظيره السوري بسام صباب. الاتصال ده تناول آخر المستجدات والتطورات الميدانية في شمال سوريا والتداعيات طبعا الوخيمة الحقيقة على أمن واستقرار سوريا وكمان استقرار المنطقة. كمان جدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وأكد على الأهمية البالغة أيضا لحماية المدنيين. وكمان الوزيرين بحثوا إزاي ممكن يكون في دعم عربي للدولة السورية في ظل التطورات الأخيرة وفي إطار جامعة الدول العربية. ده أيضا مهم لأن البعض بيرى أنه الحل في سوريا يجب أن يكون حلا عربيا بامتياز بعد ما جربنا الآخرين عملوا إيه، سواء كان بقى تركيا إيران روسيا وغيره. يعني طبعا الوضع في سوريا معقد ومتشابك، بتتكلم في قوى خارجية كثيرة وكل قوة ليها ممثل عسكري على الأرض وفي الميدان. احنا معانا الدكتور محمد صادق اسماعيل، استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه، مدير المركز العربي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. اهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. تحياتي لحضرتك استاذ حسني والساده المشاهدين. اهلا. يعني لو رحت بحضرتك طبعا الاتصال التليفوني اللي بيحمل الموقف المصري المتجدد الحقيقه، اعتقد انه الموقف المصري مختلف عن غيره من المواقف العربية والإقليمية الحقيقة. حتى أنا بدأت أشعر بتقدير كمان خاص من ناس كتيرة في الداخل السوري لطبيعة الموقف المصري، أنه بيروا فيه قدر من النزاهة، يعني بعكس المقارنة مع قوى ونظم أخرى. حضرتك بترى إزاي هذه النقطة؟ طبعا بعد التحية، الموقف المصري ثابت تجاه الأزمة السورية من بدايتها، بمعنى أن الموقف المصري كان يتمثل في ركائز أساسية لعل أبرزها طبعا هو مسألة تأكيد على وحدة الدولة السورية ورفض أي انقسامات أو انشقاقات داخل الدولة السورية، دعم الجيش الرسمي السوري، دعم الدولة السورية بكل أركانها، دعم المؤسسات الرسمية للدولة، أعني بها طبعا السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية، أي بقاء الدولة مستقرة. هذا هو طبعا الموقف المصري اللي داعم بقوة لمسألة الأمن السوري، لأن طبعا منظومة الأمن القومي السوري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. ولو نظرنا أستاذ حسام للأهمية الجيوسياسية للدولة السورية، نجد أن موقعها الجغرافي أضفى عليها أهمية كبيرة جدا. أولا أصبحت مطمع كما أشرت حضرتك يمكن في تقريرك لبعض الدول الخارجية أو التدخلات الإقليمية، سواء من إيران أو من تركيا أو من دول أخرى إضافة إلى روسيا، ونجد أن هناك فعلا تعقيدات في المشهد السوري، تعقيدات ربما لا تجدها في أي دولة أخرى حدث يعني بها يمكن بعض نعم حدث بها بعض هذه القلائق، معقد ومركب للغاية يعني جدا جدا. يعني تجد حضرتك أن اليوم كانت الولايات المتحدة تستهدف بعض الجماعات التابعة لإيران داخل سوريا، وكأن الموضوع خارج الإطار الذي نتحدث عنه تماما. تجد أن تركيا تتحدث عن يمكن دعم بعض الجماعات داخل سوريا، تجد أن روسيا تدعم النظام السوري في طبعا المقاومة جبهة طبعا تحرير الشام التي قامت بالأحداث خلال الأيام الماضية. وبالتالي تجد أن كل طرف من الأطراف، احنا شايفين كمان بدأت كمان اتهامات كده من امبارح والنهاردة الصبح بين تركيا وإيران، كمان ما كانش الوقت متضح في الأول بشكل كبير رغم أنه حصل بينهم اتصالات دبلوماسية، لكنه بدأ كمان يبقى فيه اتهامات متبادلة. يعني بالتأكيد، لأن طبعا إيران معروف أن هي دعم قوي للنظام السوري، إضافة طبعا إلى أن تركيا هو مناكف قوي لو صح التعبير للنظام السوري، لأن طبعا نعلم أن تركيا يمكن تستحوذ على اللي يمكن أراضي في الجنوب التركي، وطب يوجد بها بعض المخيمات السورية، وبالتالي كانت تستخدم هذه الورقة دوما للضغط على النظام السوري، إضافة إلى المناكفة في منطقة عفرين في شمال وشمال غرب سوريا، إضافة طبعا إلى دعم وحتى لو كان غير معلن لبعض الجماعات مثل جبهة النصر اللي تحولت لجبهة تحرير الشام. طبعا لو نظرنا أستاذ حسام من الناحية الميدانية، بمعنى أن لو وزننا القوة، تجد أن جبهة تحرير الشام اللي عملت كل القلاقل دي في سوريا يقدر عدد أفرادها ب10,000. 10,000 أعتقد أن هم من ناحية الميزان العسكري طبعا فئة محدودة للغاية، يعني من الممكن طبعا مقاومتهم، بس هم استطاعوا استقطاب تنظيمات تانية. يعني أنا سمعت يعني هم استطاعوا الجولاني ده تحديدا نجح بالعنف وبالخيانة وبالقتل برضو في ضم كتير من العناصر الأخرى والتنظيمات الأخرى،
وسمعت بعض التقديرات بتقدرهم دلوقتي بحوالي 100,000 عنصر مجتمعين بقى بالزبط. كل الفصائل يعني معرفش رأي حضرتك ايه في الجزئية دي. هو الجزئية ان طبعا كما اشرت حضرتك ان جولاني يمكن لعب لعبة مراوغة سياسية مع بعض الجماعات، بمعنى انه دخل في البداية مع تنظيم الدولة حتى استقطب بعضهم، ثم بعد ذلك اعلن انفصاله عن تنظيم الدولة وخانهم بعد كده. بيقال ان هو من اللي سلموا معلومات عن البغدادي، بيقال ده بالتأكيد. بالتأكيد. وبعدين انفصل عن تنظيم القاعدة بعد ان انضم لتنظيم القاعدة وقام بتجنيد بعض اعضائه، وطبعا يعتمد على عناصر خارجية. يعني لو نظرنا الى التركيبة الخاصة بالاعضاء تحرير الشام تجد ان ليس كلهم سوريين، يعني من الممكن يكون يمكن تلتهم سوريين والباقي جنسيات مختلفة. وبالتالي طبعا اعود للسؤال الرئيسي لحضرتك وهو مسألة الموقف المصري. لابد ان يكون الموقف المصري هو نموذج للدول الاخرى، لا اتحدث عن الدول العربية لان الدول العربية داعمة لسوريا، لكن انا اتحدث عن كافة الدول، لان عندما نتحدث عن دعم مصري قوي للدولة السورية للبقاء الدولة السورية على قيد الحياة، لبقاء أيضا أركان الدولة السورية مستقرة، لأن مسألة بين قوسين التقسيم أستاذ حسام ليست في صالح أحد، ليست في صالح الأمن القومي العربي وليست في صالح أيضا الدول المجاورة للدولة السورية. لا ننسى أن الدولة السورية محاطة بدول عربية عدة، تتحدث عن المملكة العربية السعودية، العراق، نتحدث عن لبنان، نتحدث عن الأردن، نتحدث أيضا عن مشكلة كبيرة جدا في تركيا. وبالتالي أنا أعتقد أن مش عايزين سيناريو الموصل يتكرر، ولأن التنظيمات دي بتولد وبتسافر وبتهرب، هتبقى وبال على المنطقة كلها. وجملة أستاذ حسام يعني بين قوسين، أعتقد أن أين كان هيئة تحرير الشام من 425 العمليات المستمرة في قطاع غزة؟ لم نسمع له صوت، يعني تجد حضرتك وكأن تنظيم الشام هو اسمه الجولاني. طب ما تروح الجولاني يا عم الجولاني. يعني بالضبط، كأنه يعمل داخل سوريا. هو أصلا من جولان كمان، يعني هو أصلا من عائلة نزحت من جولان. بالضبط. فانا نتمنى طبعا كل الخير للدولة السورية، ونتمنى بالفعل يعني ان الموقف المصري يكون داعم بقوة للموقف السوري، اضافة طبعا الى مدى قدرة الجيش السوري الرسمي على القضاء على مثل هذه التنظيمات، حتى كما اشرت حضرتك لا تتمدد، وطبعا تمددها يمثل مشكلة للامن القومي السوري وللامن القومي العربي. طيب دكتور معلش، احنا دلوقتي تقريبا في يعني داخلين على اسبوع اهو تقريبا منذ تفجر الأزمة، او قربنا نخلص اسبوع، انت شايف الموقف الحالي ايه؟ احنا واقفين عند انهي نقطة دلوقتي؟ يعني طبعا بدأت حاجات تتكشف مع الايام، لكن احنا دلوقتي واقفين الموقف ايه بالضبط يعني ميدانيا وسياسيا؟ طبعا ميدانيا بدأ الجيش السوري الرسمي يمكن كما يقول بين قوسين يستفيق، يعني بمعنى ان طبعا العمليات كانت مفاجأة في الاول، فاستطاعت الشام هي تحرير الشام الدخول في بعض المناطق مثل حلب ومثل حماه، لكن حاليا اعتقد ان كانوا داخلين على حماه لكن وقفوهم بتهيألي في حماه شويه. بالظبط بالظبط. يعني الجيش السوري بدأ يحقق بعض الانتصارات، لكن انا اعتقد ان كما اشرت حضرتك ان المشكله الامدادات اللوجستيه الخارجيه اللي وصلت لهيئه تحرير الشام هي اللي جعلته يبقى كما يقال على قيد الحياه وقادر على مجابهه الجيش الرسمي السوري، لكن انا اعتقد ان الايام المقبله ستشهد طبعا انعكاس لمساله تفوق الجيش الرسمي السوري. طب مع التحركات بقى السياسيه المختلفه والتصريحات، هو العالم كله عندها تصريحات من تركيا ومن روسيا ومن ايران ومن يعني ومن فرنسا وانجلترا ومن امريكا، يعني طبعا كل يوم في تصريحات جديده، لكن يعني حتى هذه اللحظه ما اعتقدش انه في اي حد طرح اي مسوده او اي خيط ممكن نلتقطه لبدايه تفاوض، بدايه كلام، بدايه حوار. هو الحديث الان الحوار الرئيسي الان حوار البنادق والمدافع، صح وكده ولا انا فاهم ولا انا اعتقد حضرتك عندك رؤيه ثانيه؟ بالظبط. انا اعتقد ان المشكله حاليا استاذ حسام تجد ان اطراف النزاع حاليا في مشكلات ثانيه اعلى صوت من مشكله سوريا، بمعنى ان على سبيل المثال تجد ان ايران لديها مشكله حاليا في مساله اعاده حزب الله او المساله الخاصه باعاده ترتيب البيت كما يقال لو صح التعبير. تجد ان روسيا لديها مشكله مع اوكرانيا حاليا وهي ايضا الاعلى صوت ويمكن مؤثره على مساله توزيع القوات ما بين اوكرانيا وبين سوريا، اضافه طبعا الى ان تركيا يمكن تراوغ ما زالت تراوغ في هذه المساله، الولايات المتحده الامريكيه في مرحله انتقاليه ما بين رئيسين، وبالتالي كل هذه الامور هي التي يعني يمكن اختيار التوقيت كان اختيار طبعا صادم بالنسبه لهيئه تحرير الشام، لان اختار التوقيت يمكن الصح من وجهه نظره هو،
لكن طبعا المشكله هنا انا اعتقد ان مساله اعاده طرح المبادرات يمكن بعد ترامب لما يتولى، لكن انا اعتقد إن لسه لما كل طرف يشوف ايه اقصى شيء ممكن يحصل على الارض يعني، او اكبر مكسب نقدر نحصل عليه على الارض عشان لما نيجي نقعد يبقى الكروت واضحه يعني، تكون الرؤيه واضحه بالنسبه لكل الاطراف سواء تحرير الشام او الجيش الوطني السوري، اضافه طبعا الى الاطراف الاقليميه اللي حضرتك اشرنا اليها، ايران او تركيا او حتى الطرف الروسي. المشكله يا دكتور انه اسرائيل بتستغل الفرصه، ولسه عامله مجزره من قريب من اقل من ساعه في خان يونس 17 شهيد، ضربت خيام النازحين تاني، فطبعا دول بيستغلوا اي فرصه لاستكمال مخططهم في الخبائن، او الناس تكون مركزه في طبعا في بؤره جديده، لكن هم شغالين على مخططهم زي ما هم. لسه مجزره 17 شهيد من ساعه، حتى يعني اضيفك من الشعر بيت، حتى ان اسرائيل لم تلتزم بمساله وقف اطلاق النار في الجنوب اللبناني، بمعنى انها مستمره كما اشرت حضرتك في قطاع غزه، ومستمره في الجنوب اللبناني، ومستمره في سوريا، يعني حتى انها يمكن من حوالي الحديث عن اكثر من 70 اختراق يعني حتى بالظبط أخرت. بالضبط ده حتى إن, إن, إن بعض التقديرات أستاذ حسام بتثبت إن منذ أيام مزارع شبعة في 2006 حتى تاريخه إسرائيل قامت بخمسين ألف خرق عسكري للجنوب اللبناني. يعني تخيل، يعني بعض الإحصاءات تتحدث إن 50,000 خرق عسكري، وبالتالي إسرائيل لا تلتزم بشيء، لا تلتزم بقرار 1701 ولا مسألة الطائف ولا أي مسألة، هي تلتزم فقط بمصلحتها. امبارح نتنياهو بيقول احنا بس أوقفنا، يعني احنا أوقفنا القتال لكن لم نوقف الحرب، يعني هو الراجل واضح أكيد يعني. وتصريح صادم وتصريح طبعا متوقع منه، لأن نتنياهو لا يريد إسكات المدافع، لأن إسكات المدافع معناه أنه سيكون في بطالة سياسية ومحاكمة جنائية طبعا هو والفريق القائم على هذه المجازر الإسرائيلية. أنا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا دكتور محمد الصادق إسماعيل، أستاذ علوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا.